أنا عائد بحلم كبير أن هذه الثورة المباركة التي صنعها شباب تونس وصنعتها دماء الشهداء. تونس لا سياسي، تونس بدون يسار، تونس بدون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب عليه. في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله، ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله. البرلمان التونسي يعطل بغير حق بقرارات ظالمة جائرة لا دستورية. بفضل هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين، سنواصل بناء تونس.